أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زماني من عين تموشنت أنه يمنع على المؤسسات فسخ عقود العمل المدعم بعد مضي 3 سنوات، مشيرا في ذات السياق أن المدة هذه تتعلق بالامتيازات في وقت طلب فيه من مفتشيات العمل وضع قائمة سوداء للمؤسسات التي تقود أو تقوم بتسريح العمال المستفيدين من عقود العمل المدعم. ستيا تاع 3 سنوات سي هذيك مدة الامتيازات، ماشي غير يكمل 3 سنين يسرحوا. اي مؤسسه تسرح ان سي تي ابري 3 سنين يفو لازم وراه الانسبكتور دو ترافاي لازم مدام انا بالنسبه للسي تي لازم تفهموا المؤسسات باللي سي ان كونترا ا دوري ان ديتيرميني، ماشي هذيك 3 سنين سي بين مده الامتياز لي زافونتاج تخص لا ديريكسيون دو لومبلوا المساهمه، لكن المؤسسه هذه من بعد 3 سنوات لازم ثبتوا.